تابعين حلقتنا ومشوارنا مع أنتوني الأسبوع المقبل مبدئيا رح يخدنا على عكر وتحديدا على منيارة. أما هالأسبوع فأنتوني اللي مش معي باستوديو عم بكفي جولته اختيار أطيب الأطباق بلبنان وبالعالم، رح يخدنا اليوم على تجربة بالقرى اللبنانية هي التعاونيات يلي أكيد بتعزز بقاء المواطنين بقراهن وبتشكل حافز لهم ليستمروا وليعطوا. خلينا نعمل هالجولة بمشوار جديد مع أنتوني الحيل. صباح الخير من شاطئ الناقورة جنوب لبنان. بدنا نبلش جولتنا معكم اليوم. جولتنا رح تشمل العديد من التعاونيات النسائية والأصحاب الشركات الصغيرة اللي بيشتغلوا معنا ضمن مشروع سوفير. أهلا وسهلا فيكم بتعاونية مواسم الضيعة دار قانون رأس العين. اسمي دعد إسماعيل، رئيسة الجمعية التعاونية. تعاونيتنا تأسست سنة 2005 بمساعدة من جمعية الشبان المسيحية ومجلس الجميل. تعاونيتنا بتنتج عدة منتجات وعدة أصناف، من ضمنهم هذا الخبز التراثي اللي هو ملي التسميد، خبز تراثي بلدي 100%، مكون من برغون وسمسم وطحين معجون بزيت الزيتون، خبز صحي تراثي بلدي في نسبة ألياف عالية وبيعطي طاقة للجسم. بالإضافة لهيدي الغرفة عندنا قسم ثاني هو لتصنيع المربيات والمقطرات اللي بتنتجن تعاونية مواسم الضيعة، مربيات على أنواعها من فريز، توت، علاق، أبو صفير، لقطين، كل أنواع المربيات تقريبا، بالإضافة للمقطرات والشرابات. نحن اليوم موجودين بضيعة الأوزح بقضاء بنت جبال بجنوب، تحديدا بمؤسسة أبو ناجي، متخصصين هون بصناعة كل شيء سمسمية فستية جوز الهند بالقطر. نفس الشيء بنعمل نفس الإنتاج هو ذاته بنعمله بالكراميل كروكون. عندنا كمان كل شيء شوجر فري بارز، هيدي جديدة مثل فستق حلبي بندق جوز الهند، كل شيء فروتس أند ناتس، وزيادة عندنا الملبن والراحة. مشوا معي هلا عم نشتغل السمسمية تفرجيكم كيف بنعمل السمسمية الكروكون. بتعاونيتنا ببلدنا حاريز. نحن الجمعية التعاونية العماد للتصنيع الزراعي، بنصنع مونة بلدية خالية من المواد الحافظة مثل المقطرات والمربيات والمجففات. وأهم شيء عندنا الزعتر، الزعتر اللي هو بنجيبه من البرية، مش مزروع ولا في أي مواد كيميائية. بنجيبه بنقط ورقة ورقة مثل منكشاية، خالي من لا عيدان ولا شوائب ولا في أي شيء. بننظفه وبنطحنه وبنخلطه مع السمسم، هذا السمسم بنحمصه نحن وبنخلطه للزعتر وبنحط له السماء. وكثير كثير اخذنا يعني شهاده بالزعتر من قطايب الريف ومن كل اللي هن عم ياخذوا مننا زعتر. فعندنا بالاضافه لهيك محل على الخط العام بين استراد حاريز لبنان، بنبيع فيه كل المنتجات، يعني بنصنع تحت وبنجيب بنعلم وبنبيع هون.
بقى على غرب القضاء الرشوي. نحن تأسسنا سنة 2003 مكونين من 11 سنت نشتغل على مشتقات الحليب وعلى مشتقات الخضرة والفواكه. نحن قبل هاي المرحلة قبل مرحلة التفوير استلمنا الحليب صفيناه بالحلة وهلأ عم نفور الحليب. كسرنا البرغل نعمناه وعم نحط له هلا اللبنه والملح ومنخمره لمده 8 ايام. بعد 8 ايام منشيل الكشك ونطيره على السطح ناشف. خليل الوهبي من بلدة القاع، هاي بصيلات الزعفران، هاي ماي من إسبانيا. الزراعة كتير كتير جيدة وكتير لها مردود. زراعته بتصير بتتم بشهر آخر أيلول، 15 أيلول لعشرة أيلول، وبيطلع الإنتاج بيطلع بتشرين تاني. يعني كليها أقل شيء عم يبيع $5,000 ل$10,000 الكيلو. جينا تاني مرحلة بعد الزراعة، مرحلة قطف الموسم اللي بيجي من 25 تشرين أول ببلش عملية الإزهار، وكل يوم بيوم بيزهر هذا، مو إنه البصلة بتزهر مرة واحدة بس. بتجي أول مرحلة بنقيم نقطف الزهرات وبنيجي على البيت بعدين بنكمش كل زهرة بزهرتها بنقيم منها الإنتاج. هو الشعيرات خضر بنقيم هن ثلاثة صفر وثلاثة حمر، بنقيم الحمر نحن هول العظيم وهوديك المعجنات، وبتيجي بعدها مرحلة التجفيف بنجففهم وبصيروا جاهزين للتعمير. أهلا وسهلا فيكم بتعاونية جنى الأيادي دير الأحمر. أهلا وسهلا فيكم بدير الأحمر بتعاونية جنى الأيادي. أنا رئيسة التعاونية، اسمي أنجيل إسحاق. تعاونيتنا تأسست سنة 2006، نشتغل جميع المنتجات المربيات والشرابات والمخللات ومكدوس بالزيت ومجففات. هيدي الكركة للتقطير، هيدا المكبس للعنب، هيدي المكنة لعصير البندورة للتفاح. من بعد ما نخلص التحضير هيدي غرفة التخزين النهائي. هودي نموذج من منتجاتنا، في عنا مكدوس، مربى اليقطين، مربى مشمش، مكدوس اللوبيا، مربى فريز، كبيس، حمض الحصرم. We'll be right back.
التعاونية سنة 2004 من مجموعة ستات 13 سيدة هن ساهموا وأسسنا التعاونية. من الأشياء يلي بنعملها في عنا شراب الورد، شراب التوت، حامض الحصلة. من المربيات يلي بنشتغل فيها مربى الفريز، مربى قشر البصفير، مربى المشمش، مربى الطير. الأشياء الخاصة يلي عنا يلي هو التفاح حبة كاملة، محشية لوز، الكومبوت الدرة يلي سكره كتير قليل بتاكله مثل كأنه بعده طازة عم بيقرش، ما في سكر كتير قليل، والبلح المحشي لوز. في عنا الأشياء يلي عنا خاصة لإلنا يلي هي التفاح المجفف وخوخ المجفف يلي نحنا هون متميزين فيهن، وعم نحاول ندخل بالسوق اللبناني كمان لبرا ونعرف الناس عن منتجاتنا يلي هي خاصة لإلنا وكتير صحية بسكر كتير كتير قليل. تحياتنا لكل هالسيدات يلي عم بيحافظوا أكيد على تراثنا وتقاليدنا وعم يقدروا أكيد يثبتوا ويثبتوا عائلاتهم معهم، لأنه بيكونوا سند أكيد لرب المنزل بالمناطق اللبنانية النائية. مشوار خلص اليوم أكيد، للمزيد من التفاصيل nogarlicnoonions.com وللوصفات أكيد اللي عطول بتشهي مع أنتوني رحي اللي بلاقينا مع مشوار جديد الأسبوع اللي جاي. تنعرف أكثر عن برامج الـ MTV بدورة شهر رمضان المبارك، لقونا بعد شوي.